السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله راكم لاباس، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. ليكيب زينه مع الاستاذ قسوم، كل يوم جديد. وهذا الفيديو واش جبنا لكم؟ جبنا لكم ساعه. يا الاستاذ واش نديرو بالساعه؟ ما بقاش بزاف البيام، علاش ترسم لنا في السوايع؟ انا عمي الساعه اللي في داركم واش تقدر دير بها؟ تقدر تستغلها باش تحفظ وتراجع بها اهم التواريخ تاع درس الثوره التحريريه. بلا ما نطول عليكم، اللي راكم جديد معنا في القناه اشتركوا في القناه، اللي راكم تتابعوا فينا فعلوا لنا زر الجرس وضغطوا زر الاعجاب على هذا الفيديو باش يطلع ويلحق بزاف تلاميذ راح يجوزوا شهاده تعليم المتوسط. اللي مازال ما تبعناش على فيسبوك الاستاذ قسم شعيب، واللي مازال ما تبعناش على الانستغرام بروف شعيب قسوم. يلا نبداو على بركه الله. الباسي باسي وقرايه الاستاذ قسوم راح تبقى في راسك يا وحد الهم. تبع معايا لهنا ليكيب، هذه الساعات راح نستغلوها في واحد الدرس مهم جدا هذا العام بيام 2024، اللي هو درس الثوره التحريريه. شوفوا لينار كيفاش نكتب لينار حتى السياله ساحت. ليكيب زينه، اول تاريخ اللي فيه بزاف احداث اللي هو تاريخ اندلاع الثوره التحريريه، واللي هو 1954. جماعه الخير، الساعه شحال فيها من رقم؟ فيها من 1 حتى 12. السنه شحال فيها من شهر؟ فيها 12 شهر. علاش ماشي خير هذه الساعه نستغلوها باش نديروا فيها الاشهر؟ كنقولوا رقم 1 معناتها شهر جونفي، كنقولوا رقم 2 تاع اللي يجي في الساعه هو شهر فيفري، 3 مارس، وكمل حتى تكمل كامل الاشهر تاع السنه. ما لهنا في ضوء اللي نكتبوا 1 2 3 كيما في الساعه، واش نكتبوا بلاصتهم؟ جونفي زيد فيفري زيد ثاني معايا مارس افريل ماي جوان جويليا سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. معذرة انا صوتين ان شهر جونفي فيفري مارس افريل ماي جوان جويلي اوت. شفتوا كيفاش جماعه انا بصوتين اوت، ومن بعد واش يجي بعد اوت؟ سبتمبر، ومن بعد جماعه اكتوبر، ومن بعد نوفمبر، ومن بعد الشهر الاخير اللي هو ديسمبر. جماعه الخير، عندي الاشهر وعندي السنه، واش خصوني؟ خصوني اليوم والحدث تاع واش صرا في مثل هذا الاطار الزمني. ركز تشوف مليح، اول مؤشر اللي راح نبداو منه نحضروا للثوره التحريريه وشنو هو؟ لما وقعت ازمه حركه انتصار الحريه الديمقراطيه نتج عنها الميصاليون والمركزيون. الميصاليون قالوا قياده فرديه، والمركزيون قالوا قياده جماعيه. كيما تفهموا شكون دخلوا باش يصلحوا بيناتهم؟ الحياديون. كيما قدروش يصلحوا بيناتهم مع من تفاهموا؟ مع المركزيون. المركزيون مع الحياديون واش جابوا لنا؟ اللجنه الثوريه للوحده والعمل، وتاسسوها لنا 23 مارس 1954. جماعه الخير 1954 وراه شهر مارس، نروحوا نربطوا مع شهر مارس. هنا الفوق نكتبوا السنه، وهنا تحت نكتبوا الحدث، او معذره هنا الفوق نكتبوا اليوم 23 مارس 1954. واش صرا فيه؟ تاسيس اللجنه الثوريه للوحده والعمل. هكذا جماعه راني مثلت التاريخ الاول. نروحوا لتاريخ ثاني اللي عنده في نفس السنه. جماعه الخير، اللجنه الثوريه والوحده العامه شكون كانوا فيها؟ المركزيون ورفقات الحياديون كانوا بزاف. قال لك لازم نقصوا عدد الاعضاء باش ما تفيق لناش فرنسا بلي نوجدوا الثوره، كما فاقت للمنظمه الخاصه. شحال رجعوا عدد الاعضاء؟ رجعوه 22، مجموعه 22 عضو او اجتماع 22 عضو. وين تصرى هذا الاجتماع؟ صرا في 23 جوان 1954. شوفوا شحال سهله يا ليكيب، عندهم نفس النهار ونفس السنه غير الاشهر اللي تبدل. 23 مارس 54 لجنه ثوريه، 23 جوان 54 ماذا؟ اجتماع 22. اما لهنا جماعه اللي كتبوا اليوم، وهنا نكتبوا الحدث واللي هو اجتماع 22 عضو. جماعه الخير، يلا روحوا نزيدوا نمشيو. عندنا جوان جويلية اوت سبتمبر اكتوبر. اكتوبر يصرالنا الاجتماع الاخير اللي بسبتو راح تندلع الثوره التحريريه.
اجتماع الاخير هذا شكون داروه؟ ما داروش الفاندو هذوما، شكون داروه؟ داروه المجموعه السته. شكون هما المجموعه السته؟ هما جبهه التحرير. شكون هما جبهه التحرير؟ هما الجناح السياسي لمن للثوره التحريريه. جماعه الخير، حتى هذا الاجتماع كان عنده نفس اليوم 23 اكتوبر 54، وصل لهنا الاجتماع الاخير لمن للمجموعه السته. الاجتماع الأخير للمجموعة الستة. جماعة الخير، راني شفت واش عندي 1954، بلا ما نساو الحدث المهم اللي تعرفوه بلا ما نديرو لكم، واللي هو أول نوفمبر 1954، واللي هو اندلاع الثورة التحريرية. والحمد لله حققنا من خلال هذه الثورة في 62 الاستقلال. جماعة الخير، يلا نروحوا للساعة الثانية. ساعة ثانية شوف واش راح نديروا لها. عندك طريقة واحدة أخرى تخدم بها، تقسم هذا المركز في المنتصف. أوليك تقسمه في المنتصف ودير كما هنا درت سنة. نقدر ندير سنتين باغ إكزومبل 1955 1956. يلا نروحوا نشوفوا الأشهر، جونفي فيفري مارس أفريل. روح للديريكت أفريل اللي نحتاجو بلا ما نعاودو نكتبو كيما هادو كامل، راكم عرفتوا الطريقة وعلى بالي بلي شاضرين. ها يا جماعة الخير، كي بدات الثورة التحريرية في مرحلة الانطلاق حققنا عدة انتصارات. الانتصار الأول وشنو هو؟ 1955 من 18 ل 24 أفريل. هاي ليك جماعة الخير، من 18 ل 24 أفريل 1955 واش حققنا؟ حققنا انتصار دبلوماسي سياسي خارجي، واللي هو مشاركة جبهة التحرير في مؤتمر باندونغ. هاي ليك جماعة، مؤتمر باندونغ أو انعقاد مؤتمر باندونغ. جماعة الخير، يلا نزيدو نشوفو الانتصار الثاني اللي حققناه داخل الوطن وما راهوش دبلوماسي. واش يكون؟ يكون بالسلاح يعني عسكري، واللي هو هجومات الشمال القسنطيني 20 اوت 1955. نزيدو نكملو في هذه السنة 55 ونروحو لاوت افريل ماي جوان جويلي اوت. نروحو نكتبو هنايا اوت، لانه اوت هو 1 2 3 4 5 6 7 8. جيد، نربطوه مع الساعة تاع 55، قلب المركز تاع 55 ونقراو. شوف كيفاش نقراو، 20 أوت 1955 وصرى اندلاع هجومات الشمال القسنطيني. هجومات الشمال القسنطيني. جماعة الخير، عندنا حاجة، عندنا الحدث يشبه الهجومات الشمال القسنطيني، عندهم نفس اليوم ونفس الشهر. على بالي باللي عرفتوه لانه نتوما مستوى عالي. 20 أوت 1955 هجومات الشمال القسنطيني، و 20 أوت 1956 انعقاد مؤتمر الصمام في المرحله الثانيه واللي هي التنظيم الشموليه. اما يا جماعه شوف، عندك اوت، عندك 20 اوت، برك السنه اللي تختلف. رحنا لسنه 1955 ودوكا نروحوا لسنه 1956. واش نديرو جماعة؟ انعقاد مؤتمر الصومام. هاكا جماعة الخير، جيد. هادو هما لهنايا اللي درناهم، ثلاث اجتماعات، اللجنة الثورية الوحدة والعمل، اجتماع 22، الاجتماع الأخير المجموعة الستة. هذه الساعة واش نقدرو نسميوها؟ ساعة كيفية التحضير للثورة. ماشي هادو هما الاجتماعات التي حضرت للثورة، أما نقولو ساعة كيفية التحضير لمن جماعة للثورة التحريرية. وهذه واش نعيطو لها؟ ساعة انتصارات مرحلة، واش من المرحلة هذه الجماعة؟ الانطلاق والتنظيم والشمولية. وراي انتصارات تاع مرحلة الانطلاق، مؤتمر باندونغ، هجومات شمال قسنطيني، انتصار دبلوماسي، انتصار عسكري. وراه الانتصار تاع المرحلة الثانية، انعقاد مؤتمر الصومام في 56، يعني كانت من 56 حتى 58. جماعة الخير، نروحوا للمرحلة الثالثة من مراحل الثورة التحريرية، مرحلة القوة والإبادة. في فرنسا دارت مخططات، ياك دوك نشوفوا اهم المخططات اللي دارتهم. على بالنا بلي في 55
صرا مشروع جاكسوستان، ونزيد نشوف سنة 1958. هذه السنة فقط شحال عندنا فيها؟ ثلاث أحداث، وكلها أحداث مهمة. نروح نديروا هذه السنة لهنا 1958. جماعة الخير، أول حدث في هذه السنة واللي هو سبتمبر، روحوا شوفوا سبتمبر، جانفي، فيفري، مارس، أبريل، ماي، جوان، جويلي، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، سبتمبر. نكتبوا لهنا جماعة سبتمبر، مع من نربطوها؟ نربطوها مع السنة. في سبتمبر 1958 بالتحديد شحال سبتمبر؟ 19 سبتمبر. غير نشوفوا 19 سبتمبر 58 عندنا حدث واحد، ما كاش حدث واحد اخر معاه، واللي هو تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة، او تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. شكون اسسها؟ فرحت عباس. اسكو اسسها داخل الجزائر؟ لا، لا، كل محتل من اسسها في القاهرة بمصر. هكا جماعة، تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. جماعة الخير، رانا في سبتمبر، الشهر اللي موراه شنو هو؟ اكتوبر. يلا نروحوا الى اكتوبر. ها وليك كاينه برك حاجه، شوف مادام في شهر واحد عندنا بزاف ايام، شوف كيفاش رايحين نديرو. نديرو هكذا ونديرو ثاني هكذا. الحدث الاول هو 3 اكتوبر 58، والحدث الثاني هو 23 اكتوبر 58. تاع 3 اكتوبر 58 واش دار لنا شارل ديغول؟ دار مشروع اغرائي باش يبعد الجزائريين على الثوره التحريريه، باش يقضي على الثوره التحريريه، وسماه مشروع قسنطينه. عطى لهم في قسنطينه مساكن، بنى لهم مدارس، عطى لهم اراضي، عطى لهم بزاف امور حتى يغري الشعب الجزائري ويبعده عن الثوره. واش نديروا له جماعه؟ مشروع قسنطينه. نزيد نروحو نشوفو 23 اكتوبر 58. في 23 كي زاد شويه جاز الوقت، نفسو شارل ديغول ما قنعش كي دار مشروع قسنطينه، زاد مشروع اغرائي واحد يتكلم على المجاهدين. واش قالهم المجاهدين اللي كانوا في الجبال؟ سماهم شجعان. واش قالهم؟ قالهم راح ندير معاكم سلم. سيك هذا المشروع واسمو سلم الشجعان. وين تدارو؟ 23 اكتوبر 58. نروحو لهنا نكتبو سلم الشجعان. هنا ما عنديش بزاف مساحه، نتوما عندكم مساحه، راكم راح نديروا بزاف امور مهمه. جماعه الخير، كملنا هذا النموذج اللي ربما راح يعجب بزاف تلاميذ. ما تنساوش برك بدايه بارطاجيو هذا الفيديو، خلي الفيديو يلحق لاي تلميذ باش يشوف هذه المنهجيات ويستفاد منها ان شاء الله ويجيب علامات ممتازه. كان معكم الاستاذ قسوم، اللي يتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.